ينضم إلينا من القدس عضو الكنيسة الإسرائيلي ونائب عن كتلة الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة عوفر كثيف. أهلا بك سيد عوفر. أنت تدعم دعوة أقامتها جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية تتهم إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة. هذا الدعم يعتبره التحالف القومي الديني الإسرائيلي الذي أراد عزلك بمثابة خيانة لإسرائيل في الحرب التي تخوضها للقضاء على حماس ودعم لجماعة إرهابية. من جانبك كيف تفسر موقفك الذي لا يتناغم مع موقف الحكومة الإسرائيلية؟ شكرا جزيلا. أولا أنا لم أنضم للدعوة ضد إسرائيل وإنما ضد حكومة إسرائيل. بواجب بصفتي نائب معارض دوري هو الحديث ضد الحكومة بالنيابة عن المجتمع الإسرائيلي لأؤكد بأن أننا نصارع من أجل تعديل ما نراه ضرورياً. نحن نحتاج إلى إصلاحات في المجتمع الإسرائيلي واتهمت بأنني أدعم الكفاح المسلح ضد إسرائيل وهذا خاطئ. لم أدعم ذلك ولن أدعم ذلك أبدا. أنا أدعم الصراع الفلسطيني غير المسلح ضد الاحتلال. إذن اتهامي بدعم الصراع المسلح هو كذبة وهو جزء من الاضطهاد السياسي المستمر في إسرائيل هذه الأيام. طب هل هذا برأيك وقت مناسب لإبراز الانقسامات الداخلية الإسرائيلية بين مؤيد للحرب ومعارض لها؟ أظن أنه يجب أن نعارض الحرب لأن الأشخاص يتعرضون للقتل ببساطة. الآلاف من الفلسطينيين والإسرائيليين أيضا والرهائن، وهناك رهائن. يجب أن نبذل كل جهودنا من أجل الاستقرار للفلسطينيين والإسرائيليين. هذا واجبنا وهذا واجبنا الأخلاقي وعلينا أن نقوم به، لا سيما عندما تستمر الحرب، لأنه خلال الحرب الأشخاص يموتون ونحن لا نريد أن يقتل أحد أو أن يموت لا فلسطيني ولا إسرائيلي. وهذه الطريقة الوحيدة لوقف سفك الدماء وهي عبر اتفاق للسلام. ومن أجل التوصل إلى ذلك يجب أن يحصل الفلسطينيين على دولتهم المستقلة إلى جانب دولة إسرائيل. صوت 85 من أصل 120 نائبا في الكنيسة لصالح عزلك، أي بأقل بخمسة أصوات فقط من الأغلبية المطلوبة لتتم هذه العملية، عملية العزل. ما هي الدلالة التي تحملها هذه النتيجة؟ ومن هي الكتل فعليا التي رفضت تعليق عضويتك؟ هذا يشير إلى أن الأغلبية في الكنيسة لا تنصاع للقانون، لأن القانون كما هو في الواقع يسمح لأعضاء الكنيسة بعزل أعضاء آخرين إذا كان أحد الأعضاء شارك أو دعم كفاحاً مسلحاً ضد إسرائيل. والعديد من أعضاء الكنيسة في داخل الكنيسة قالوا أنه ليس هناك سبب لعزلي ولكن اضطروا للتصويت لأسباب سياسية. إذن مع الأسف هذه الأيام الأغلبية من أعضاء الكنيسة يقومون باضطهاد سياسي ضد الأفكار والمعتقدات وهذا أمر خطير. لقد خدمت في الجيش الإسرائيلي في وقت سابق وكنت ترفض الخدمة العسكرية في بعض المناطق وتعرضت للسجن بسبب بعض تصريحاتك. هل يمكن أن يؤدي موقفك اليوم إلى رفع الحصانة عنك أو ربما عواقب أخرى؟
لا أظن أن ذلك سيحصل. لا أظن أنني سأحرم من الحصانة لأعضاء الكنيست، وليس على جميع أعضاء الكنيست أن يخدموا في الجيش، وهذا أمر طوعي. وهناك العديد من الشباب الذين ما زالوا يرفضون الخدمة العسكرية لأنهم يعارضون الاحتلال ويقولون ذلك. الأسبوع المقبل شاب آخر سيتم سجنه لأنه رفض الخدمة العسكرية، وأظن أن هذا عمل غير عنيف، أنا أدعمه بشكل كامل. يعني بالتالي تصر على هذه التصريحات حتى يعني بعد إعطائك العديد من الفرص، بما في ذلك هذه الفرصة، هل ستظل متمسك برأيك وكيف ستدافع عن وجهة النظر هذه؟ أظن أن ما يحصل في غزة الآن يجب أن يتم التحقيق فيه من خلال منظمة غير منحازة، ويحق للمحكمة الجنائية أن تقوم بذلك. وأي دولة، لا يمكن لأي دولة أن تحقق في أعمالها، ولا يمكن لأي حكومة أن تحقق في أعمالها. وأظن أن المحكمة الجنائية هي الهيئة اللازمة للتحقيق من أجل التوصل إلى الحرب. وأنا أشكك في الأمور التي تقولها أي حكومة إسرائيل أو أي حكومة أخرى. أظن أن المحكمة هي الهيئة الصحيحة للتحقيق في هذه الأعمال في غزة. شكرا لك من القدس عضو الكنيست الإسرائيلي ونائب عن كتلة الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة عفر كسيف.